السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوي الحبيب اللي فتحت مقطعي، الله يسعدك، ويا ليت تكمل المقطع على الأخير. قصة هذا المقطع يحكي عن إنه سام راح لوحده يبغى يعثر على الكنز، فنيثن واللي معاه بغوا ينقذوه، فما قدر يطلع إلا نيثن. فنيثن قال لهم انتوا روحوا على الطيارة وجهزوها، وانا بعثر على سام وبنقذه. ودحين هو في طريقه لإنقاذ سام. طبعا بعد ما تشوف اثار الاقدام هذه اثار اقدام سام. بعد ما تشوفها ما تروح هنا، تلف هنا، وهذا الحجر اللي هنا، ايوه هذه، بس خليني شوية اطلع لها، فيها كنز. خلاص بعد ما اخذت الكنز اتجه الى الهدف الرئيسي. زين، طبعا هما كان خطتهم انهم يهربون من الجزيرة، بس ما يروحون لا عند كنز ولا اي شيء. بس لكن سام راح لوحده. سام كان اصلا يبغى يروح الكنز، بس لكن هنا يطيح. طبعا دحين هناك ما تقدر تروح، فتسلق على هذه. طبعا آثار سام تدل انه مشى من هنا كذا. يلا طبعا كلها نطنطة وقفز، و شكلها مناظر جميلة كمان. ايوه هنا ننزل بنط ولا ايش نط؟ بسم الله. هنا ايش يسوي؟ ايوه هنا الحواف تطلع. بسم الله. آثار أقدام كمان، وهنا هذا اللي مثل النار، هنا موقع تحصل هنا نوتة مذكرة. طبعا في هذه المرحلة ما في مذكرة، بس كيف اجت المذكرة؟ طيب في المرحلة اللي قبلها في مذكرة واحدة بس، ومذكرة التكملة هنا، ما ادري ليش جابوها. الآثار الأقدام تكمل هنا. احنا نتبع آثار الأقدام. طبعا آثار الأقدام هنا تكمل، فنحاول نكمل احنا كمان. يا سلام.
لا خلينا نطلع فوق، نمشي 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 وننزل. طبعا اول ما تشوف هذه الاشياء هنا اعرف انك على قرابة من كنز، والكنز هنا. شوف السلحفاة هذه، هذا هو الكنز. ما في هناك شكله شيء، خلينا نمشي على الطريق الرئيسي. نشوف النط هنا. طبعا الحين بدي نط هنا تحت. هنا شوي والله صعب. لا هذا السهل هنا. الحين شوف هذه سفينة هنري إيفري اللي مخبي فيها الكنز. طبعا بدك تنزل كذا شوية شوية حتى ما تحصل هذا المكان هنا الأبيض، تحاول توصل عنده بس مرة ثانية وتحصل عنده الكنز. هذا هو الكنز. طبعا هاي التفاحة هيك تبقى عليها شوية هيك بيعطيك جائزة فوق، بس انا بدي اعديها بسرعة. كلها تسلق كذا. طبعا هذا الأداة هو أخذها من مرحلة من قبل كان واحد ميت. طبعا هنا دائما إذا كان في شخوط كذا على الجدار اعرف إنه هذا المكان تقدر تسلقه، تطلع عليه كذا على الحافة توقف. نشوف احنا نكمل الطريق. هذا شوي صعب يعني اني اكثر من مكان كذا تنط. قلت هذا مكان صعب، بس ان شاء الله بعديه من المرة الثانية. بسم الله الحمد لله.
طبعا هنا اول ما تحصل المنحدر هذا اعرف انه هنا في كنز. هذا هو. خلاص بعد ما خلصنا من الكنز نشوف طريق الخروج. شوف هذه الفتحة الصغيرة من هنا طريق الخروج. نجرب في مكان زي كذا. ايوه هنا مخبى كان ورا الصخرة. بسرعة قبل ما يموت. هل انتهينا هنا؟ هذا الأخير يا سيدتي. جيد، إن أسرعنا فسنلحق بالآخرين. سام سرق قاربنا للتو، متجه لسفينة إيفري. هيا اترك، انتهينا انتهينا. مات أغلب رجال يا ريف، وأغلب من نجوا رحلوا. أترين ذلك؟ النهاية في الداخل حرفيا. ذلك القرصان المجنون وضع فخاخا في الكهف كله، لن أطأ سفينته. نديم، إن تراجعت ورحلت الآن فإن خسارتك لرجالك وكل ما فعلناه سيكون بلا مقابل. لدينا ذهب قيمته ملايين، أعتقد أنه ونجاتنا يكفيان. ليس غريبا أن رجالك تركوك. المعذرة؟ نحن على حافة صناعة التاريخ هنا، وأنت مستعدة للرحيل بمكسب ضئيل. جزء صغير مما سيحصل عليه سام. إن خرج من تلك السفينة حيا فليأخذه، وسأعترف باستحقاقه، وأنت لا تستحقه. اسمعي، يمكننا الوقوف هنا وإهانة بعضنا، أو يمكننا إنهاء ما سننهي الأمر بالفعل. آسف سيدتي. مشكلة المرتزقة يا نادين أن ولاءهم يباع ويشترى ولا يكتسب. والآن هيا، إما أن ننهي هذا الأمر معا، أو يمكننا إنهاؤه هنا. فلنذهب ونصنع التاريخ. أحسنت يا فتاة. تفضلي. لنرى ما تخبئه لنا يا كابتن إيفري. وبكذا انتهت حلقتنا لليوم، وإن شاء الله يعجبك المقطع، ويا ليت يا قلبي إنك تدعمني باشتراكك وتشوف المقاطع الثانية اللي موجودة، روابطها في الوصف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.